نيجي بقى أعزائنا المشاهدين، دي الأخبار اللي لها علاقة بالقطاع الزراعي، وأنا بحب الأخبار دي قوي بصراحة. نشوف مع بعض هذا الخبر. رئيس الحجر الزراعي: تصدير 1.7 مليون طن موالح خلال السبعة أشهر المنصرمة. قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن موسم تصدير الموالح مستمر حاليا وسط إجراءات مشددة لجميع الأسواق الخارجية، موضحا أن إجمالي ما تم تصديره 1,751,550 طن منذ بدء موسم التصدير خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 15 من شهر أغسطس الحالي. وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت الصادرات من الموالح تقدما كبيرا لتحتل المرتبة الأولى في صادرات الخضر والفاكهة المصرية، موضحا إلى أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدرة واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة لجميع الأسواق العالمية وفقا للمعايير الدولية لجودة الصادرات. ومعانا اتصال تعليقا على هذا الخبر، دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. أنا تشرفت بلقاء حضرتك وسجلنا مع بعض حلقة اتكلمنا فيها كتير جدا عن هذا الموضوع، واتكلمنا فيها عن دور الحجر الزراعي اللي عايز برضو مرة تانية أوضحه للمشاهد النهاردة ك يعني حصن اول او دفاع اول عن سمعه مصر الزراعيه. حول هذا المفهوم ارجو اني اسمع تعليق حضرتك. تمام، زي ما اتفقنا قبل كده ان الحجر الزراعي دوره الحفاظ على سمعه الصادرات الزراعيه من خلال تطبيق كافه اشتراطات الدول في الصادرات، بالاضافه طبعا ان دوره الاساسي هو حمايه الثروه الزراعيه المصريه من دخول اي افات من الشحنات المستوردة، وبالتالي احنا بنفحص كل الشحنات المستوردة ونمنع دخول اي شحنة مخالفة، وبرضو بنفحص الشحنات اللي بيتم تصديرها طبقا على الشرطات طبقا لاشتراطات الدول، وبناء عليه بنصدر وحفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية. طيب لما في معايير دولية طبعا، ايوه فندم، اللي تسري على جميع الدول وجميع الحجر الزراعي في كل الدول، هذه المعايير الدولية احنا بنطبقها بالكامل حرفيا طبقا لاشتراطات كل دولة بما يتفق مع هذه المعايير الدولية. طيب خلينا نسأل حضرتك النهاردة كلامنا عن موضوع الموالح تحديدا. كيف ترى حضرتك أو تقرأ هذا الرقم 1,7 مليون طن موالح خلال سبعة أشهر؟ كيف تقرأ هذا الرقم؟ 1,750,000 طن بالضبط يا فندم. بالظبط، الحمد لله ده طبعا رقم جديد بالنسبه لنا في صادرات الموالح، اول رقم اول مره يتسجل هذا الرقم بزياده عن السنه اللي فاتت حوالي 50,000 طن. السنه اللي فاتت برضو كان رقم قياسي، كان اول مره يتسجل السنه اللي فاتت كان 1,700,000، فاحنا الحمد لله كل سنه في زياده عن السنه اللي قبلها، على الرغم من المشاكل اللي بتاثر على التجاره العالميه، لكن احنا الحمد لله محتفظين بمركزنا وبقينا من اكبر الدول المصدره للموالح على مستوى العالم. واحنا حاليا اكبر دوله بتصدر برتقان المائده اللي هو البرتقان المصر ده على مستوى العالم، والحمد لله ده بسبب ان الشحنات اللي بتتصدر بتتفحص فحص دقيق من الحجر الزراعي، وبناء عليه بتتصدر بشحنات سليمه، ما بيجيلناش اختراط رفض على هذه الشحنات الا بالحد الادنى من هذه الشحنات اللي بتتصدر نسبه لا تذكر طبقا للمعايير الدوليه والعالميه، وبناء عليه ده بيخلي الدول تثق فينا وتثق في منتجاتنا وتطلب حاجات اكتر وتطلب كميات اكبر، وده بينعكس طبعا مباشره على الاقتصاد القومي انعكاس مباشر. فالحمد لله ده رقم كويس جدا بالنسبه لنا، واحنا ماشيين في اتجاه ان احنا نحقق ريكورد اكبر من السنه اللي فاتت في اجمالي الصادرات باذن الله. اتذكر في لقاء مع حضرتك دكتور احمد كنت بتتكلم عن يعني ان هناك بعض الاسواق الجديده التي ستفتح ابوابها لمنتج البصل المصري، هل تم جديد في هذا الموضوع؟ هل محصول البصل ايضا حصل فيه تطور؟ هل ابتدينا نخوض اسواق جديده؟ كنا بنتكلم عن البوسنه يمكن ايامها. ايوه، الصرب، صربيا،
صرب عفوا صح احنا صحيح. فتحنا صربيا وفتحنا تركيا السوق التركي للتصدير لصادراتنا ما كانش بيستورد قبل كده وصربيا برضو وفتحنا اكتر من سوق وطبعا فتح الاسواق الجديده ده حاجه من ضمن اهم العوامل اللي بتساهم بنسبه بطريقه مباشره وبنسبه اساسيه وفي ارتفاع مستوى الصادرات. احنا فاتحين في خلال 2000 خلال السنتين اللي فاتوا دول فاتحين اكتر من 20 او 22 سوق جديد لمنتجات زراعيه صادرات زراعيه مختلفه. طبعا فتح ممتاز. الاسواق ده بيحتاج مجهود كبير جدا من مهندسين الحجر الزراعي في طبعا طبعا انا متاكد بيحتاجوا يتواصلوا مع الدول ويعرفوا الاشتراطات الفنيه بتاعتها ويتوافقوا معاها. فعندنا وحده الحمد لله دلوقتي حاليا في الحجر الزراعي اسمها وحده نفاذ الاسواق ونفاذ الصادرات. انا فاكر في لقاء مع حضرتك كنا لسه كان الكلام لسه عن فتح اسواق فحضرتك النهارده بتطمني ان الشحنات وصلت يعني الحمد لله وصلت واحنا الرقم اللي قدام حضرتك في صادراتنا من البصل يؤكد ان احنا عندنا في السبع شهور دول بس مصدرين اكتر من السنه اللي فاتت بكتير مع على الرغم من السعوديه كانت عامله حظر لصادرات البصل. فاكر انا فاكر ايامها فعلا لحد صحيح. من شهر كده كان البصل بس مصري محظور في السعوديه والحمد لله رفعنا الحظر طيب. عنه في السعوديه. سؤال اخير برضو يا فندم سؤال اخير مهم جدا برضو له علاقه بالنشاط الزائد والنشاط الهائل اللي حضراتكم بتقوموا بيه في الاداره المركزيه للحجر الزراعي. طبعا حضرتك عارف التغيرات المناخيه النهارده اللي مسيطره على منطقه اوروبا وارتفاع درجات الحراره مش لازم نستنى لما نعرف اكيد احنا عارفين لوحدنا ان الموسم التصديري واعد جدا في الفترة اللي جاية بناء على ارتفاع درجات الحرارة مفهوم ان اوروبا هتحتاج مننا صادرات كتير. هل حضراتكم جاهزين في حال ازدياد الكميات المطلوبة او الكميات اللي هنبتدي نصدرها لاوروبا في الفترة المقبلة بناء على التغيرات المناخية الحادة اللي بتتعرض لها اوروبا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة؟ جاهزين فعلا يا فندم وبالفعل ده تم اصلا. احنا عندنا السنه دي الموسم الحالي بتاع تصدير البطاطس للاتحاد الاوروبي احنا مصدرين اكتر من ضعف ونص الكميه اللي صدرناها السنه دي. ضعف ونص الكميه يعني السنه اللي فاتت بعرف الناس برضه الاتحاد الاوروبي السنه اللي فاتت مصدرين الاتحاد الاوروبي حوالي 160 الف طن السنه بطاطس. السنه دي مصدرين 380 الف طن يعني اكتر من 250% من اللي صدرناه السنه اللي فاتت. مصائب قوم عند قوم فوائده ده في فيما يخص البطاطس بس. فطبعا احنا الحمد لله عندنا المنتجات بتاعتنا طول ما احنا بنطبق المعايير الدوليه فاحنا جاهزين لاي دوله تطلب اي منتج احنا جاهزين. الاشتراطات الدوليه بنطبقها المعايير الدوليه بننفذها الحجر المهندسين الحجر الزراعي في المحطات والفحص وفي المواني بيفحصوا الشحنات فحص دقيق فبالتالي الحمد لله احنا جاهزين لاي طلب من اي دوله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وتمنيت لحضرتك بالتوفيق حضرتك وكل زملائنا في وزاره الزراعه وكل القائمين على العمل الزراعي الدكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. يعني زي ما سمعنا كده يعني حاجه مهمه قوي ان احنا نسمع ان احنا صادراتنا بتزيد. لما قابلت الدكتور احمد العطار وحد متخصص قوي وحد يعني متمكن جدا من ادواته كنا بنتكلم عن صربيا اطمنت دلوقتي منه ان صربيا وتركيا ابتدينا نبعد شحنات. طبعا اكيد لازم اي حد يتوقع او متابع السوق يفهم ان مادام درجه الحراره ارتفعت في اوروبا بهذا الشكل المخيف معناها ان هم عندهم محاصيل كتير اتحرقت معناها ان السوق هيبقى عطشان جدا لمحاصيل مصريه. هل احنا جاهزين؟ فقال ان فعلا حتى البطاطس وضرب بها مثال تضاعفت يمكن يعني اكتر من الضعف كمان يعني اكتر من ان احنا نضرب الرقم في 2 في تصدير البطاطس وده شيء مهم جدا.